السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول امتحان معانا في الامتحانات الشامله اللي هو دور اول 2015. اول سؤال بيقول لك اجب عن سؤال واحد فقط مما ياتي: ما المقصود به القوه الدفع الكهربيه للمصدر؟ قوه الدفع الكهربيه للمصدر هي الشغل الكلي المبذول داخل وخارج المصدر لنقل شحنه كهربيه قدرها وحدة الشحنات أو واحد كولوم في الدائرة الكهربية كلها، أو هو فرق الجهد بين طرفي المصدر الكهربي عندما تكون دائرته مفتوحة أو عند عدم مرور تيار كهربي في الدائرة. رقم 2، ما المقصود به شدة التيار الكهربي؟ شدة التيار الكهربي الآي بتساوي الكيو على التي. يبقى انت عندك هنا شدة التيار الكهربي هي كمية الشحنة الكهربية التي تمر عبر مقطع معين من الموصل في زمن قدره 1 ثانية. لما يدوب ده يكون 1 ثانية، فانت عندك القيمة العددية للشحنة الكهربية هتساوي شدة التيار. يبقى انت عندك هنا هي كمية الشحنة الكهربية التي تمر عبر مقطع معين من موصل في زمن قدره 1 ثانية. رقم 2، أجب عن سؤال واحد فقط مما ياتي: اذكر تطبيقا واحدا للتيارات الدوامية. التيارات الدوامية بتستخدم في أفران الحس. رقم 2، الحس المتبادل بين الملفين. الحس المتبادل بين الملفين بنستخدم الميزة دي فين؟ في المحول الكهربي. رقم 3، أجب عن سؤال واحد فقط مما ياتي: 1، اذكر عاملين فقط تتوقف عليهما معامل الحس المتبادل بين ملفين. معامل الحس المتبادل بين ملفين بنقدر نجيبه من الام بتساوي الميو في الان 1 في الان 2 في الاي على ال. لو ده اي 1 يبقى ده ال 2، لو ده اي 2 يبقى ده ال 1. المهم من القانون ده تقدر تجيب العوامل اللي بتوقف عليها الحس المتبادل بين ملفين. اول حاجه عندك اللي هي الميو، اللي هي معامل النفاذيه المغناطيسيه للوسط. تاني حاجه عدد لفات الملفين. تالت حاجه المسافه بين الملفين، المسافه بين الملفين. واحد هيقول لي ده مش باين هنا. هو مش باين هنا لان انت عندك في الام ده بيساوي الجذر التربيعي ال 1 في ال 2، في حاجه بره هنا مش فاكر الرمز بتاعها، دي بتعبر عن اللي اسمها الكوبلينج فاكتور، سماها مثلا سي. الكوبلينج فاكتور ده بيعبر عن قد ايه من الفيض المغناطيسي اللي بيطلع من الملف الابتدائي بيروح للملف الثانوي. المهم يعني المسافه بين الملفين دي بتيجي من هنا. رابع حاجه اللي هي الأبعاد بقى، الأبعاد دي بنعبر عنها بالشكل الهندسي للملفين، اللي هي طول ومساحة مقطع الملفات. بعد كده أو 2 بيقول لك اذكر عاملين فقط التوقف عليهما القوة الدفع الكهربية العظمى المتولدة في ملف في دينامو التيار المتردد. طبعا أنت عندك الـ MF ماكس بتساوي إيه؟ بتساوي الـ N في الـ A في الـ B في الأوميجا. وبالتالي من هنا نقدر نقول ان هي بتتوقف على عدد لفات الملف الدينامو، ده 2 1، ده 1، ده 2 1. 2، بعد كده مساحة وجه الملف. 3، كثافة الفيض المغناطيسي للمغناطيس المستقبل. 4، السرعة الزاوية اللي هي الأوميجا، أو السرعة إيه؟ أو سرعة الدوران أو التردد بتاع الدوران. طبعا هنا هتقول عدد لفات الملف علاقة طردية، وهنا كذلك علاقة طردية اللي نسينا نكتبوها، وهنا علاقة طردية متنساش تكتب الحتة دي، وهنا علاقة طردية.
رقم 4، بما تفسر اختيار غازي الهيليوم والنيون كوسط فعال في ليزر ال HNA الهيليوم نيون؟ يعني طبعا ده لتقارب قيم طاقة مستويات الطاقة شبه المستقرة لهما. السؤال 5، اكتب المصطلح العلمي كثافة الفيض المغناطيسي الذي يولد. طبعا لما يبدأ بكمية في التعريف توقع ان بنسبة كبيرة جدا التعريف بتاعك ده هيبقى وحدة قياس، وبالتالي انت متوقع ان كثافة الفيض المغناطيسي متوقع قبل ما تروح ان النسبة كبيرة هو طالب التسلا اللي هي وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسي. المهم هنكمل مع التعريف. كثافة الفيض المغناطيسي الذي يولد قوة مقدارها 1 نيوتن على سلك طوله، قوة مقدارها 1 نيوتن على سلك طوله 1 متر. انت عارف ان الاف بتساوي البي في الاي في ال ساين ايه ساين سيتا. تعالى كده، كثافة الفيض المغناطيسي الذي يولد قوة مقدارها 1 نيوتن، الاف دي ب1 نيوتن على سلك طوله 1 متر، ال ده ب1 متر، يمر به تيار كهربي شدته 1 امبير، ده 1 امبير. عندما يكون السلك عمودي ده ب1 على خطوط الفيض، لو ده بواحد وده بواحد وده بواحد وده بواحد فلازم البي تكون بواحد. طيب واحد ايه بقى؟ واحد تسلا. هو بادئ بكثافه الفيض، يبقى هيبقى هنا التعريف بتاعك او الحاجه اللي هو طالبها هي الايه؟ التسلا. يبقى ده التسلا. رقم 6، ما المقصود بالتجويف الرنيني؟ التجويف الرنيني هو الوعاء الحاوي للماده الفعاله والمنشط والمسؤول عن عمليه التكبير. الوعاء الحاوي للماده الفعالة والمسؤول والمنشط والمسؤول والمنشط لعملية التكبير، أو هتقول مرآتان متوازيتان وعموديتان على محور الأنبوبة يحصران بينهما المادة الفعالة، زي ما يعني ده أو التاني أي تعريف منهم. رقم 7، الشكل الذي أمامك يبين ملفين لولبيين متجاوري أحدهما قابل للحركة. حدد 6 طرق يمكن بها توليد تيار كهربي مستحس في الملف الثانوي عبر المقاومة R. ده الملف الثانوي، ملف الابتدائي، واحد فيهم قابل للحركة. طبعا أنت عارف عشان يتولد تيار كهربي مستحس فلازم تتولد قوة دفع كهربية مستحسة. طب عشان تتولد قوة دفع كهربية مستحسة الـ EMF 2 بتساوي إيه؟ بتساوي الـ N اللي بيقطعها، اللي بيقطع الملف الثانوي، دلتا فاي اللي بيقطع الملف الثانوي على دلتا ايه؟ على دلتا تي. وبالتالي عشان تتولد اي ام اف في الملف الثانوي لازم يتغير الفيض اللي بيقطعها. الفيض اللي بيقطعها ده اللي هو 2 ده جاي من ايه؟ من الملف الابتدائي. وبالتالي عشان يبقى فيه تغير في الفيض فلازم ايه؟ ده بيساوي الام دلتا اي 1 على دلتا تي، فلازم الاي تتغير. يبقى انت هنا عشان تولد في تيار في تيار مستحس في الملف الثانوي لازم تغير قيمه التيار اللي ماشي في الملف الابتدائي مع الزمن يعني. وبالتالي عشان نحصل بست طرق على تيار مستحس في الملف الثانوي فاحنا هنشوف ايه اللي بيخلي التيار يتغير او الفيض يتغير، اي واحد فيهم، يا اما التيار يا اما الفيض. طبعا الفيض عشان يتغير فانت الفيض بيتغير بالتقريب لما تقرب وتبعد الملفين، والتيار بيتغير عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت تغير المقاومات او تقفل وتفتح المفتاح. يبقى احنا هنا عندنا 6 طرق. اول طريقه، عندك مفتاح، لو فتحت المفتاح ايه اللي هيحصل؟ التيار بيقل في الملف الابتدائي، وبالتالي هيبقى في تغير في التيار هيؤدي لتغير في الفيض، وبالتالي هيتولد اي ام اف وكذلك تيار مستحس. يبقى اول حاجه غلط فتح، او خليها بدايه نبداو بغلق دائره الملف الابتدائي. اول ما تغلقها التيار هيبدا يزيد وبالتالي هيتولد اي ام اف. تاني حاجه، بعد ما غلقت وخلاص التيار وصل للقمه العظمى فتحت المفتاح، فتح دائره الملف الابتدائي. رقم 3، خلاص كده المفتاح خلص منه. عندك هنا في الريوستات، لو انت غيرت في قيمه الريوستات هتغير ايه؟ هتتغير قيمه التيار. يبقى انت عندك هنا اول حاجه هنقولها تغيير قيمه الريوستات. طيب احنا هنا عاوزين 6 طرق، فاحنا هنخلي الريوستات ده نزوده بحيث ان التيار يقل ونقلله بحيث ان التيار يزيد. يبقى هنا زياده قيمه التيار
شدة التيار في الملف الابتدائي عن طريق تقليل قيمة الريوستات. رقم 4 عكس دي، تقليل قيمة شدة التيار في الملف الابتدائي عن طريق زيادة قيمة الريوستات. كده 4 طرق، فاضل طريقتين. الطريقتين دول الاي ثابت اللي هو في الملف الابتدائي، بس بنبعد ونقرب الملف. طبعا احنا لسه قايلين من شويه ان انت عندك الفيض بيتغير على حسب البعد ما بين ايه، ما بين الملفات، لان انت عندك خطوط الفيض بتطلع، كل ما بتبعد عن مصدر الفيض فانت عندك كثافه الفيض المغناطيسي بتقل، وبالتالي اللي هيحصل الدلتا فاي هتقل، الدلتا فاي بدلتا تي، وبالتالي هنا تقريب وابعاد، تقريب الملف القابل للحركة من الملف الآخر. رقم 6 إبعاد الملف القابل للحركة عن الملف الآخر. عندك 6 طرق. طبعا لو هنا طالب مستحث طردي أو مستحث عكسي، فأنت عارف المستحث طردي اللي بيخلي قيمة التيار تقل، أو قيمة الفيض اللي بيخترق الملف الثانوي يقل. طيب هنشوفهم هنا، هتلاقي ان ده مستحث ايه طردي، وده مستحث طردي، وده مستحث طردي. التلاتة دول اللي هو 2 و4 و6 مستحث طردي، وعندك 1 و3 و5 مستحث ايه عكسي. ثواني كده نكمل بقى مع بعض. رقم 8 بيقول لك محول مثالي. طبعا مثالي يعني كفاءته 100%، يعمل على فرق جهد ابتدائي. عندك ده الفي ابتدائي، فإذا كان عدد لفات الملف الثانوي ضعف عدد لفات الملف الابتدائي. بيقول لك هنا إن الـ N ثانوي ضعف 2 N ابتدائي، يعني الـ N ثانوي على الـ N ابتدائي بيساوي 2 إلى 1. وشدة التيار الملف الابتدائي 3 أمبير. عندك هنا شدة التيار الملف الابتدائي اللي هو I ابتدائي بيساوي 3 أمبير. بيقول لك هنا اذكر نوع حزم المحول. طبعا نوع المحول عندك الـ N ثانوي أكبر من الـ N ابتدائي، فالمحول ده رافع للجهد. يبقى أنت عندك هنا محول رافع للجهد. واحسب فرق الجهد بين طرفي الملف الثانوي. عاوزين نحسب فرق الجهد بين طرفي الملف الثانوي. المحول ده مثالي، وبالتالي عندك هنا ال N ثانوي على ال N ابتدائي بيساوي ال V ثانوي على ال V ابتدائي. وبالتالي اقدر اجيب ال V ثانوي لان هو هنا عطيني ال V ابتدائي، وعندك ال N ثانوي على ال N ابتدائي. يبقى انت عندك هنا ال V ثانوي بيساوي ال V ابتدائي اللي هي 240 في ال N ثانوي على ال N ابتدائي اللي هي 2 الى 1 هيساوي 480 فولت. والقدرة الكهربية الناتجة، طبعا المحول ده مثالي، وبالتالي القدرة الكهربية الناتجة بتساوي القدرة الكهربية المعطاة للملف الابتدائي. يبقى انت عندك هنا ال BW ابتدائي بيساوي ال BW ثانوي بيساوي ال BW ابتدائي بتساوي ال V ابتدائي في ال I ابتدائي. عندك ال V ابتدائي وال I ابتدائي، وبالتالي تضربهم في بعض هتجيب القدرة الكهربية. يبقى انت عندك هنا 240 في 3 يساوي كام؟ 720 واط. السؤال رقم 9 بيقول لك اثبت ان المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات متصلة على التوالي تتعامل مع علاقة ار داش بيساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. هتعمل ايه؟ هتيجي عندك تحط 3 مقاومات، ادي ار 1، ار 1 دي فرق الجهد عليها هيبقى في 1، والتيار اللي ماشي فيها اي 1، هنجيبه يعني من ايه؟ من اي 1. ده فولتميتر 1 وده اميتر 1 عشان اجيب بيه التيار اللي ماشي هنا. وعندك ادي الار 2، وادي نفس الكلام الفي 2، وادي الاي 2، وعندك ادي الار 3، وادي الفي 3، وادي الاي 3، وده عندك ده بيقيس التيار الكلي، وده عندك هنا البطارية، وده عندك هنا الريوستات عشان اتحكم بيه في شدة التيار اللي مرة، وده عندك ادي الفي بي. راح تقول لي احنا هنكمل المسألة فين؟ وده عندك ايه؟ فرق الجهد الكلي
بين المقاومات. هنكمل بقى المسألة دي هنا. طبعا لو قست قيم القيم بتاعت اللي بيقيسها الأمترات دي كلها اللي هو ده وده وده وده، هتلاقي ان شدة التيار متساوية فيهم كلهم، وبالتالي عندك هنا شدات التيارات متساوية في المقاومات الثلاثة وتساوي قيمة شدة التيار الكلي. يبقى انت عندك هنا الاي بيساوي الاي واحد بيساوي الاي اتنين بيساوي الاي تلاتة. ده اول حاجة، بما ان فرق الجهد الكلي يساوي مجموع فروق الجهد عبر كل مقاومة. يعني انت عندك هنا الـ V بيساوي الـ V1 زائد الـ V2 زائد الـ V3. عندك من قانون أوم الـ V بيساوي الـ I في الـ R، وبالتالي عندك الـ V اللي هو فرق الجهد الكلي هيساوي إيه؟ هيساوي الـ I الكلي في المقاومة الكلية اللي أنا معرفهاش، بيساوي في واحد بيساوي الـ I1 في الـ R1، الـ V2 بيساوي الـ I2 في الـ R2، عندك الـ V3 الـ I3 في الـ R3، وانت لسه قايل من فوق ان الايات كلها متساوية، وبالتالي الـ I في الـ R داش بيساوي الـ I في الـ R1 زائد الـ R2 زائد الـ R3، لان انا خدت الـ I اللي هو متساوي في دول عامل مشترك، وبالتالي ده هيروح مع ده، اذا الـ R داش بيساوي R1 زائد R2 زائد R3. ادي الاثبات بتاعي. السؤال رقم 10 بيقول لك اجب عن سؤال واحد فقط مما ياتي. واحد، اذكر استخداما واحدا للموجات الميكرومتريه. الموجات الميكرومتريه دي اللي هي موجات الرادار، طبعا بتستخدم في الرادار. رقم 2، اذكر استخداما واحدا للميكروسكوب الالكتروني. الميكروسكوب الالكتروني بيستخدم في تكبير الاجسام الصغيره ورؤيه او الجسيمات الدقيقه ورؤيه تفاصيلها. استخدم في تكبير ورؤية تفاصيل الأجسام أو الجسيمات، بقى احنا بنقول دقيقة يبقى جسيمات الدقيقة. رقم 11، متى تكون ذرات الوسط الفعال في وضع الإسكان المعكوس؟ لما تكون إيه؟ لما يكون عدد الذرات في مستوى طاقة شبه مستقر أكبر من عددها في المستوى الإيه؟ الأرضي. يبقى عندما تكون عدد الذرات المسارة في مستوى طاقة شبه مستقر أكبر من عددها في المستوى الأدنى أو الأرضي. رقم 12، قارن بين المنطقة التي تقع فيها سلسلة ليمان وسلسلة بالمر. طبعا سلسلة ليمان دي أول سلسلة في مسلسلات طيف ذرة الهيدروجين، ودي بتقع في المنطقة فوق البنفسجية، منطقة الأشعة فوق البنفسجية. سلسلة بالمر دي اللي بعدها على طول، ودي بتقع في منطقة الأشعة اللي هو الطيف المنظور يعني، أو الضوء المنظور أو الضوء المرئي. طبعا دي بتنتج من انتقال الذرات المسارة من أحد مستويات الطاقة العليا للمستوى الأول ودي للمستوى الثاني، ودي أكبرهم في التردد والطاقة للفوتونات الناتجة، وأقلهم في الطول الموجي، ودي اللي بعدها في الطاقة والتردد، وفي الطول الموجي الأكبر من دي يعني. الأخ يعني رقم 13 بيقول لك اذكر عاملين فقط تتوقف عليهما. القوة الدفع الكهربية المستحسة المتولدة في سلك مستقيم يتحرك في مجال مغناطيسي. انت عندك الـ EMF المستحسة المتولدة في سلك مستقيم بتساوي ايه؟ سالب N سالب B L في ساين A ساين سيتا. وبالتالي من هنا نقدر نقول أول حاجة كثافة الفيض المغناطيسي، تاني حاجة طول السلك، تالت حاجة سرعة حركة السلك، رابع حاجة طبعا دي برضو علاقة طردية، مش عارف ليه بنسى الحتة دي، علاقة طردية ودي علاقة طردية ودي علاقة طردية،
ودي علاقة طردية. وأربعة اللي هي ساين سيتا اللي هي جيب الزاوية بين اتجاه حركة السلك وإيه واتجاه الفيض المغناطيسي. طبعا دي برضو علاقة طردية. السؤال رقم 14 بيقول لك هنا ايه؟ اختر الاجابة الصحيحة. مجموعة من المقاومات المتساوية عند توصيلها على التوالي تكون المقاومة المكافئة لها 100 اوم، وعند توصيلها على التوازي المقاومة المكافئة 4 اوم، فان قيمة المقاومة الواحدة تساوي كام اوم؟ عندك مجموعة من المقاومات المتساوية، يبقى انت عندك هنا الاراد كلها متساوية وقيمة المقاومة بآر عند توصيلها على التوالي، يعني المقاومة المكافئة هتساوي ال N في الآر، تكون المقاومة المكافئة لها 100 اوم، يبقى ال N في الآر بتساوي 100 اوم. وعند توصيلها على التوازي لما توصل كذا مقاومة متساوية على التوازي، فانت عندك هنا الآر على ال N اللي هي المقاومة المكافئة ليهم هتساوي كام؟ هتساوي 4 اوم. بقول لك هنا قيمة المقاومة الواحدة هنجيبها ازاي؟ عشان تجيب قيمة المقاومة الواحدة فانت كل اللي هتعمله ان انت هتضرب دي في دي، تضرب المعادلة دي في المعادلة دي، لما تضرب المعادلة دي ال N في ال R في ال R على ال N هيساوي ده في ده 4 في 100 ب 400، هتلاقي ان ال N بتروح مع ال N، هتفضل عندك ال R تربيع بتساوي 400، هتاخد الجذر للطرفين عشان تجيب ال R، جذر 400 ب 20. رقم 15 بيقول لك هنا متى تكون عملية الشحن والتفريغ في الدائرة المهتزة مستمرة؟ عن طريق إمداد المكثف بشحنات إضافية أو شحن المكثف بشحنات إضافية كل فترة بتعويض النقص في الطاقة الكهربية المختزنة والتي تفقد في المقاومات اللي هي مقاومة الأسلاك والملف على هيئة طاقة حرارية. السؤال اللي بعد كده رقم 16 بيقول لك أجب عن سؤال واحد فقط مما يأتي. واحد، اختر الإجابة الصحيحة. الشكل المقابل يوضح العلاقة البيانية بين الـ EMF الناتجة من دينامو التيار متردد والزمن خلال نصف دورة، فإذا كان عدد لفات ملف الدينامو 70 لفة، عندك هنا ال N بيساوي 70 ومساحة مقطع كل لفة عندك ال A بتساوي 1/10 متر تربيع، فإن كثافة الفيض المؤثرة تساوي، عاوزين كثافة الفيض اللي هي ال B. لو أنت بصيت للرسمة دي هتلاقي عندك ده المنحنى بتاعك، الرسمة بين ال EMF والزمن، ده نقطة الصفر سواء هنا أو هنا، وبالتالي ده صفر وده 100 جذر 2، وبالتالي دول نقطتين، وبالتالي 100 جذر 2 على الاتنين هيديك 50 جذر 2، يبقى انت هنا بتمشي كل خطوة بكام؟ ب50 جذر 2، يبقى 50 جذر 2 في 2 ب100 جذر 2، زودت عليهم 50 جذر 2 هيديك كام؟ 50 جذر 2 زائد 100 جذر 2 هيديك 150 جذر 2، يبقى انت عندك هنا دي 150 جذر 2، وبالتالي الـ EMF ماكس بتساوي 150 جذر 2. طب الـ EMF ماكس بتساوي ايه؟ بتساوي الـ B في الـ E في ال N في 2 باي F اللي هي الأوميجا، عندك ده 150 جذر 2، ال B أنا عايزها، ال E أعطاها لك، ال N أعطاها لك، ال F أقدر أجيبها من هنا، وبالتالي تقدر تجيب إيه؟ تقدر تجيب ال B. تعالى كده نكتبها هنا، خليها على تي لان ايه انت عارف ان الاف بتساوي 1 على تي، عشان هنا انت هتجيب الايه الزمن الدوري يعني على طول. طبعا لو بصيت هنا هتلاقي ده نص الزمن الدوري، لان انت عارف ان الزمن الدوري بيبقى الزمن بتاع الدوره الكامله، فده نص الزمن الدوري، وبالتالي نص الزمن الدوري هيساوي ايه؟ عندك نص تي بيساوي كام؟ بيساوي 10 مللي ايه مللي ثانيه، اللي هي 10 في 10 سالب 3 ثانيه. يبقى انت عندك هنا تي على الاتنين بتساوي 10 في 10 سالب 3 ايه ثانية، وبالتالي عندك هنا البي هنجيبها في طرف لوحدها بتساوي التي في ام اف ماكس
في التي على الايه في الان في الاتنين بار. لو انت بصيت ادي التي على الاتنين اهي اللي هي ب10 في 10 سالب 3، وادي الاي ام اف ماكس انت عارف وكذلك دول، فبالتالي تعوض على طول عندك في القانون الاي ام اف ماكس 150 جذر 2 في التي على الاتنين اللي هي بكام؟ اللي هي ب10 في 10 سالب 2 سالب 3 اللي هي 10 سالب 2 على الاي بواحد من 10 في الان ب70 في الباي ب22 على 7، يطلع معاك بيساوي كام؟ 150 جذر 2 في 1 من 100 في نطلع السبعة دي فوق على 1 من 10 في 70 في 22، هيطلع معاك ب96 من 1000. 96 من 1000 لما تقربها تبقى 1 من 10. هو هنا مفيش أي قيمة بتساوي الرقم ده، ثواني كده، 150 جذر 2 ده 1 من 100 ده 7 ده 1 من 10 ده 70. طب ايه الغلط؟ في حاجة ناقصناها مثلا؟ فين الغلط؟ مش عارف، ثواني كده هشوف. هو مختار 9 من 100 بس انا دي يعني ازاي دي 9 من 100؟ مش عارف، انا مش عارف هو عامل ايه عشان يجيبها 9 من 100. ممكن مستخدم مثلا الباي ب3 و14 من 100. الرقم ده بيقرب، هيبقى 1 من 100، يبقى ده 10 اللي هي 1 من 10، بس مفيش هنا 1 من 10. المهم هي دي أقرب رقم لإيه؟ للتسعة، للتسعة من 100، هي تنفع 9 من 100 بس متنفعش حاجة تانية غير 9 من 100، وبالتالي أنا اخترت 9 من 100. طب ممكن كان نخلي دي مثلا 100، هي متنفعش غير كده. اوكي ماشي، هو المفروض يبقى اجيب لك الارقام تكون مناسبة، يعني هو هنا الارقام متداخلة مع بعض. رقم 2 بيقول لك اختر الاجابة الصحيحة في الشكل الموضح بالرسم اذا كان السلك المستقيم والملفان اللولبيان لهما نفس المقاومة الاومية، فعند غلق المفتاح كي يكون الترتيب الصحيح لوصول المصباح او المصابيح الى اقصى اضاءة هو. طبعا لما بتقفل المفتاح ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان السلك المستقيم ده ما بيتولدش فيه قوة دفع كهربائية مستحسة، وبالتالي مش هيبقى فيه مقاومة، اي مقاومة للايه؟ للتيار، لان انت عارف ده لي ار بس ملوش ايه؟ ملوش اكس ال. الاكس ال دي بتنتج نتيجة اول ما تغلق المفتاح بتنتج نتيجة الحس الذاتي، يعني ده ليه اكس ال او ليه ال، وكذلك ده ليه ايه؟ ليه ال، وبالتالي الاكبر في ال هيكون له معوقه اكبر لايه؟ لمرور التيار، وبالتالي ده هيكون اكبرهم في معوقته للتيار، وبعد كده ده، وده ملهوش اي معوقه لمرور التيار. طبعا هو قايل لك ان المقاومه متساويه في الايه؟ في الثلاثه، وبالتالي ده هتبقى المعوقه بتاعته اكبر من ده، وده هتكون المعوقه بتاعته اكبر من الاثنين دول، وبالتالي هنا اول ما تقفل المفتاح التيار هيمر هنا ويوصل لايه؟ لاقصى قيمه على طول. هنا هياخد شويه، هنا هياخد شويه اكتر، وبالتالي الترتيب لوصول المصابيح لاقصى اضاءه هيكون اكس وبعد كده الواي وبعد كده الزد. السؤال اللي بعد كده رقم 17 بيقول لك اي وبي سلكان مستقيمان المسافه بينهما 1 متر، يمر في السلك ايه تيار كهربي شدته 4.5 والبي بيمر 1.5 في نفس الاتجاه زي ما انت شايف، وضع ملف دائري في نفس مستوى السلكين مكون من لفة واحدة يبقى الان بتساوي 1
ونصف قطره، وعندك ادي الار بيساوي 10 باي سنتيمتر، وكان مركز الملف يبعد عن السلك ايه مسافه قدرها نص متر، يبقى نص ده متر وده نص متر. ما مقدار واتجاه التيار الممر في الملف الدائري بحيث تصبح كثافه الفيض المغناطيسي عند مركزه تساوي صفر؟ تعال نبص للسلكين دول، احنا عاوزين هنا نخلي كثافه الفيض هنا بصفر، عاوز تخلي البي توتال بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. وبالتالي عشان تكون البي توتال هنا بتساوي صفر، فانت لازم تبص على الايه، على الحاجات اللي بتديك البي دي. عندك ده اتجاه الفيض المغناطيسي الناشئ عنه عند مركز السلك هيكون لفوق لاعلى، ده ايه، وعندك البي اتجاه الفيض هيكون لايه، لاسفل. لو انت بصيت هتلاقي ان التيار هنا، التيار هنا ثلاث امثال هنا، يعني ايه؟ يعني الفيض المغناطيسي، لان المسافه متساويه عن المركز، وبالتالي الفيض المغناطيسي الناتج عن الايه عند المركز هيكون اكبر من الفيض المغناطيسي الناتج عن بي، والاثنين في عكس الاتجاه. وبالتالي عشان هنا يكون صفر، فلازم الفيض المغناطيسي الناتج عن الحلقه، الفيض المغناطيسي الناتج عن الحلقه يكون اتجاهه مع البي، بحيث ان الاثنين دول مجموعهم يساوي ايه مجموع ده. وبالتالي لازم يكون الفيض المغناطيسي الناتج عن الحلقه في نفس اتجاه بي اللي هو للداخل يعني. وبالتالي من قاعده امبيد اليد اليمنى لازم يكون اتجاه التيار ايه، في اتجاه عقارب الساعه بالشكل ده. يبقى احنا كده حددنا اتجاه التيار في الملف الدائري، اتجاه عقارب الساعه. بعد كده عاوزين نخلي كثافه الفيض هنا بصفر. فانت عندك زي ما قلنا ان الفيض المغناطيسي الناتج عن السلك ده زائد الفيض المغناطيسي الناتج عن الحلقه دي هيكونوا الاثنين بيساوي ده، عشان تبقى هنا كثافه الفيض المحصله بصفر. يبقى انت هنا عندك البي سي اللي هي البي حلقه زائد البي بي المفروض يساوي ايه؟ يساوي البي ايه. طيب البي سي اللي هو الناتج عن الحلقه هيساوي ايه؟ هيساوي الميو في الاي في الان على الاثنين ار. خلي دي اسمها سي، وده مفيش كده مفيش عدد لفات تانية، وبالتالي سيبها ان زي ما هي. زائد البي بي اللي هي ناتجة عن البي هتساوي ايه؟ هتساوي الميو في الاي بي على 2 باي في المسافة دي اللي هي سماها دي واحد، بيساوي البي اي ميو اي اي على 2 باي في المسافة دي اللي هي برضو دي واحد. وبالتالي هتجيب كل واحد في دول في طرف، بس قبل ما تجيبهم في طرف هتشيل الميو مع الميو مع الميو، وتشيل الاثنين مع الاثنين مع الاثنين. هيتفضل عندك من هنا الاي سي في الان على الار بيساوي هنا الاي اي على باي في دي واحد، وهنا الاي بي على باي في دي واحد. هتلاقي ان الباي دي واحد مشتركه في الاثنين، فتاخدها عامل مشترك. بعد كده تفتح قوس، عندك هنا الاي اي ناقص الاي بي. بعد كده عوض بالكام بتاعتك ده بواحد فيروح. يبقى انت هنا تقدر تجيب الاي سي في طرف لوحده، هيساوي الاي سي هيساوي الار مضروب في الحاجات دي. يبقى انت عندك هنا الار اللي هي بكام؟ نصف القطر اللي هو قايل لك ب 10 باي في 10 اس سالب 2 لان ده بالسنتيمتر، على الباي في الدي واحد اللي هي بنص متر. كل ده مضروب. الاي اي بكام؟ ب 4.5 ناقص الاي بي ب 1.5. هتشيل باي مع الباي، 4.5 ناقص 1.5 ب 3. بعد كده بقى تضرب 10 في 10 سالب 2 ب 1/10، تجيب الآلة الحاسبة وتكمل. 1/10 على النص في التلات هيطلع معاك بستة من عشرة، ستة من عشرة ايه؟ امبير. يبقى انت هنا جبت الاي سي اللي هو التيار اللي ماشي في الحلقة بستة من عشرة امبير. السؤال اللي بعد كده رقم 18 بيقول لك اختر الاجابة الصحيحة في الدائرة الكهربية الموضحة اذا كانت الملفات متماثلة. الملفات متماثلة يعني كلهم شبه بعض. قيمة معامل الحس الذاتي
لكل منها 3/10 هنري. يبقى انت عندك هنا ال L بتساوي 3/10 هنري. وفرض اهمال المقاومة الأمية، هنهمل المقاومة الأمية والحس المتبادل، وكانت قيمة المفاعل الحسية الكلية، بيقول لك هنا ان ال XL توتال بتساوي 12.56 أوم. طبعا ال XL توتال بتساوي ايه؟ بتساوي 2 باي F في ال L توتال. فإن تردد التيار هو، عشان تجيب تردد التيار هو عطيك دي، وبالتالي لو انت جبت ال L توتال هتقدر تجيب التردد. طب اجيب ال L توتال ازاي؟ ما انت عطيك دي بتلاتة من عشرة اللي هو ال L بتاعها، ودي 3/10 ودي ب3/10، يبقى تقدر تجيب ال L توتال. طيب ال L توتال عشان اجيبها لمجموعة ملفات متوصلة بطرق معينة، فلو الاتنين متوصلين توالي بجمع، لو متوصلين توازي بطبق قوانين التوازي بتاعت المقاومات، وبالتالي هتبقى هنا ال L اللي نرجع للاتنين دول بكام؟ ب6/10. 6/10 على التوازي مع 3/10 هيديك 2/10. يبقى انت عندك هنا ال L توتال بتساوي 2/10 هنا لي، وبالتالي هتيجي هنا عندك 12.56 بتساوي 2 باي، هو عطيك الباي ب3/14 في ال F في ال L توتال اللي هي 2/10 راحت فين؟ وبالتالي ال F هتساوي كام؟ في حسبة 12.56 على 2 في 3/14 في 2/10، هيطلع معاك ب10. يبقى انت عندك هنا ال F اللي هو التردد ب10 هرتز. السؤال اللي بعد كده رقم 19 بيقول لك اجب عن سؤال واحد فقط مما ياتي، قارن بين الاميتر الحراري. الاميتر الحراري من حيث التدريج، التدريج بتاعه غير منتظم، والاميترز والملف المتحرك التدريج بتاعك منتظم. طبعا احنا عارفين ليه ده منتظم وده غير منتظم. ده غير منتظم لان انت عندك الامتر الحراري بيعتمد على التسير الحراري للتيار الكهربي، وفا البي دبليو بتساوي الاي سكوير في الار، وبالتالي البي دبليو بتتناسب مع الاي سكوير، وبالتالي التدريج غير منتظم. لكن هنا الامترز والملف المتحرك بيعتمد على عزم الازدواج اللي بيأثر على ملف يمر به تيار كهربي وموضوع فيه مجال مغناطيسي. فانت عندك هنا التاو بتساوي البي في الاي في الاي في الان، وبالتالي التاو بتتناسب مع الاي، وبالتالي عندك هنا التدريج بتاعك منتظم. اللي بعد كده التأثر بدرجة حرارة الجو. طبعا الأمتر الحراري بيعتمد على التأثير الحراري للتيار الكهربي، وطبعا بيتأثر بدرجة الحرارة لأن هو أصلا بيعتمد على التأثير الحراري، وبالتالي عندك هنا بيتأثر بدرجة الحرارة، يتأثر بدرجة الحرارة، وبيظهر الخطأ الصفري. وعشان نتلاشاه بنصنع اللوحة اللي عليها التدريج من نفس المادة اللي بيصنع منها السلك، أو لهم نفس معامل التمدد يعني، عشان يكون لهم نفس معامل التمدد فطبيعي إن هم يكونوا من نفس المادة يعني. تأثر بدرجة حرارة الجو هنا لا يتأثر بدرجة حرارة الجو. السؤال اللي بعد كده رقم 2 بيقول لك قارن بين دائرة الـ RC ودائرة الـ RL من حيث المعوقة الكلية. المعوقة الكلية في دائرة الـ RC اللي هي الـ Z بتساوي إيه؟ جذر التربيع الـ R تربيع زائد الـ XC تربيع. بينما في دائرة الـ RL عندك الـ Z بتساوي جذر التربيع الـ R تربيع زائد الـ XL تربيع. زاوية الطول، زاوية الطول هنا بيكون فرق الجهد الكلي متأخر عن التيار بزاوية سيتا، يكون فرق الجهد الكلي متأخر عن التيار بزاوية سيتا اللي هي زاوية الطول، وتحسب من العلاقة ايه؟ سيتا بتساوي التان او تان سيتا بيساوي سالب اكس سي على الار، او بتساوي سالب في سي على الفي ار. هنا عندك فرق الجهد الكلي بيكون متقدم على التيار بزاوية سيتا، يكون فرق الجهد الكلي متقدما على التيار الكلي بزاوية سيتا. وبتحسب ازاي؟ نفس الكلام، تان سيتا بتساوي بس هنا بقى اكس ال على الار، او بتساوي الفي ال على الفي ار.
طبعا انت عارف هنا الرسمه بتكون كده، عندك هنا الاي وادي الفي سي الفي، طبعا ده الاي الكلي وده الفي سي، عندك هنا فرق الجهد ده الكلي بيكون كده، طبعا هنا ده الفي ار بيكون في نفس الاتجاه، وبالتالي ده الفي الكلي، وبينهم زاويه ايه، زاويه سيتا، فرق الجهد بيكون متاخر عن الايه، عن التيار، لكن هنا بيكون الشكل كده، عندك ادي الاي وادي الفي بتاع ال، وبالتالي عندك ده في نفس الاتجاه برضو بتاع الفي ار، وبالتالي عندك ادي الفي والفي بيكون متقدم مع الاي بزاويه سيتا. رقم 20 بيقول لك اجب عن سؤال واحد فقط مما ياتي، اكتب المصطلح العلمي. اقل تردد للضوء الساقط يكفي لتحرير الكترون من سطح معدن دون اكسابه طاقه حركه، طبعا ده التردد الحريق. رقم 2 اكتب المصطلح العلمي، الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع يتناسب عكسيا مع درجه الحراره الكلفينيه للمصدر المشع. بيقول لك هنا ان لامدا ام بيتناسب مع ايه؟ مع واحد على تي، او لامدا ام بتناسب عكسيا مع التي، طبعا ده قانون ايه؟ قانون فين، وانت بتكتب فين اكتبها بثلاث نقط. هنكمل بقى في الفيديوهات الجايه مع باقي الاسئله. توفيق والسلام عليكم.